الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الكهف مبل أربعة كفال بتحنا لنا سلست ودينا حجي ربعيتي بارتهن قصلينا مترشة طوبلنا زنبرنا أبتي تفسيرنا آيات كأني سقاب كمزي بتحنا أن لهم أجرا حسنا بتحنا مالتيو. سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سقاب أبتي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قريسنا لنا، وقوله حسنا جاء في آية أخرى وهو ما هو أعلى من هذا الوصف، وهو قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أب سورة يونس. وآية أخرى أبكى لآية خاني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهل نأخذ بما يقتضي التساوي بما يقتضي الأكمل أبزينا تطوب بلنا نيرنا. سلازي حجهن قطعينات نهاتو ملسخة أنت إذا خون زولو، فهل نأخذ بما يقتضي التساوي أو بما يقتضي الأكمل مالسي بتي حد عينت ديو خونسي ولاس يتي زبب زبلت عينتيو التراغمان خون مالتيو يتي ملسخة أنت يخوماتيو. الجواب له بما يقتضي الأكمل فنقول حسنا أي هو أحسن شيء ولا شك في هذا، فإن ثواب الجنة لا يعادله ثواب. وقوله ماكثين فيه أبدا أي باقين فيه أبدا إلى ما لا نهاية، فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد، كل شيء كامل من جميع الوجوه. حجي تايو الذين تيوم خير سرح سرحوا مالت يوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الله سبحانه وتعالى بشير ومنتهم خير سرح سرحوا سلازي تبشرانا هاتهم كأنئي انت ايو يعملون الصالح ان لهم اجرا حسنا اتناهتم اجرسي حسنا ايو حجيتي حسنا اتراجم اخاني بخال اياتون ترجمو للذين احسنوا الحسنى وزيادة هل جزاء الاحسان الا الاحسان، لكن ازيسي يعني زم ما ساسل ديوس وي بزبلت ابي كامل باكمل ديوس وي بالتساوي زبهل بما يقتدي الاكمل التساوي او بما يقتدي الاكمل تملسخة كما إذا خم بما يقتدي الأكمل أي بزبلت أبي ببرفكت نت عينت كخون مالت يو تي جزاء ويتي حسنة ترجمه مالت، فنقول حسنا يلو أي هو أحسن شيء يعني تزبلت عينت جزاء مالت يو رب العالمين زركب تزبلت أخو زبلت زي بلو مالت يو. ولا شك في هذا يلو زي تارات أرزن تايو أن ثواب الجنة نجنة نمتاوسي كأوز عبي يعني ثواب يلن يعني لا يعادله ثواب نعزر ركب ثواب يلن ماتي. وقوله ما كثينا فيه أبدا يعني الله سبحانه وتعالى اتي زبشرهم مالتي ملو بشر الذين يعملون أن لهم أجرا حسنا ما كثينا فيه أبدا يعني زال ألم زي أم تقولون أين إذي تجنى مالتي أي باقينا فيه أبدا نزال ألم إلى ما لا نهاية ما تعرشها زي بلو. طبعا حنقولنا ردوا اي خيلون يزنا قرزين من تاي حنقولنا زرداء انت اي وزي مجمران مترشتان سلزل مدى اي مالتيو نهنا زي حنقول زي افتي جنة خاتو خلنا السو حد عينة تايكونا تحساس باز حسب، ولذلك حنسا جنك انا خيلو كمي غير يزو خون كنبلنا خلينا، لكن فعلا مجرشا يبولون اب جنة اتيخا زودة انا غير يكونن مالتيو بتزبلت امن قدي الله سبحانه وتعالى اجري مئتاو جنة مئتاو مالت ما كثينا فيه أبدا نزل ألم مالتي السخاني حمام يبلو يعني ما ترشتا يبلو حمام يبلو موت يبلو تأميات يبلو تأمات يبلو حرور يبلو قر يبلو كل شيء كامل من جميع الوجوه يعني كله بيرفكت مالتي. سلازي تايلو مالتي وأعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إذن عقيدة أهل السنة والجماعة زبها الكأني دحر حد سب كافتي نحن كلنا نسأل الله أن نكون من عقيدة أهل السنة والجماعة. خافتم أهل السنة والجماعة كنكوين نندل من تاي ساتم يوم تخكلن يا من قد حيزو مسلا زخدو أن الجنة موجودة الآن يعني أهل السنة والجماعة زأمنلو جنة حجي تفت إرالة الله وأنها مؤبدة
يعني وأن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة، وقد جاء هذا في القرآن. إذا خاء القرآن قال يتقول لنا الله سبحانه وتعالى مالتي إذا مؤبدة مخانا خاني أب القرآن مالتي مالتي. فآيات التأبيد له بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرة، أما بالنسبة لأصحاب الشمال فقد ذكر التأبيد في آيات ثلاثة له، يعني مؤبدة مالتي نزل ألم مخانا مالتي. في سورة النساء قال الله تعالى، في سورة النساء الله سبحانه وتعالى ذكرون تايلو، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني إذي حاجة كفتي زل ألماويت مخانات جهنم مالتيو، جهنم تفتئر الله حجلا زل ألماويتها، جناون تفتئر الله زل ألماويتها مالتيو. حجي نايتوم ناي جنة نايتوم أصحاب اليمين مالت بيمانة إيدوم مصحفهم زقبلو ويتم جنة زأتو سبات مالت يوم إذ يوم بزوح آيات قليت قلنا إبزع بانهاتهم أبدية مخانا مالت يزال ألماويت مخانا ناي أهل الشمال إذ يوم شمال كأوي دما ناي زوم بتأقاما إيدوم زقبلو مصحفتهم مالت يوم جهنم زأتو خا سلست آيات أبتفال علي سورة قليت قوالو كنذكرانينا تاما جمّريا آيا عب سورة النساء إلو قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا إذ يوم كفروا وظلموا زقبروا لم يكن الله ليغفر لهم الله سبحانه وتعالى فتما يغفر لهم منه ولا ليهديهم طريقة، يعني نفتح حق من قد خاني أير يومنيو أي ناو أي أي وزدو منيو سبحان الله إلا طريق جهنم ناب من قد جهنم ترى يخوزدهم خالدين فيها أبدا زل ألم أبعد ما خاتو يوم وكان ذلك على الله يسيرا. إذ ما الله سبحانه وتعالى قليل نجري مالتيو زي أب سورة النساء 268 آية لا مالتيو تخلقيت آية خانية أب سورة الأحزاب قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. أب سورة الأحزاب 46 سوسان أربعة عفوا سقاب سوسان حمشتن إن الله لعن الكافرين الله سبحانه وتعالى نكفار لعنوهم وأعد لهم سعيرا الدليل لهم زلوا عذاب سقاي حو خاني بتعم زفر الرحمة خالدين فيها أبدا نزل ألم يوم دم بأخاته لا يجدون وليا ولا نسيرا. ولي أي رخبون يوم نوع أمز تغمم ولا حق زي أي رخبون يوم زم أب الدنيا خوينهم حدا ولا حدا ولي زبلو زلو تبح نقوه أفتي جهنم سأتو كازم أولياء زحتهم زنبرو ده دحري أم زخور زنبرو يتقمون أم زلو زنبرو أولياء أي تقمون من يوم شعوه الله سبحانه وتعالى خا ناتهم ولي أي كونني. ولذلك أقداسي وحقيقة أنا بزح جزي دا جاقومي زي موضوع العقيدة موضوع الشرك اسلمنا بتاعمي أتنكي قوم خانو كجلس إذا اللي دقاقمي مخنياتو الشرك عند الحادثة بحيزو متيو يوم القيامة كل نجر خسارة إمالتيو الله سبحانه وتعالى أي غفر اللوني قدفو نايتم كفار قدفو نايتم ظالمين لكن شرك حيزو زمت أخاني برضو مغفرة يبلون مالتيو والعياذ بالله. سلزي أسلامي كاب شرك خطنق قلوه خب كل عينة شرك مالتيو نشتيخون عبيخون خطنق قلوه وإلا أمام الله سبحانه وتعالى صباح خطة عشو تعساد ما يتقمني مالتيو. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن أب سورة الجن خاني في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أب سورة الجن إسران سلستن إزهاء ومن من يحجزي نحن حجي أبزونا أتينا ومن يعص الله ورسوله نربي زي ختل نربي زي إزز ونرسول صلى الله عليه وسلم زي إزز فإن له نار جهنم جهنم حوي صبير له مالتيو خالدين فيها أبدا مهناتو نزل ألم مالتيو إزي مهناتو الله سبحانه وتعالى ناؤون خينا أتو يتنققنا له لكن زنوبنا ندحر نرب زي تأزيزنا نرسول صلى الله عليه وسلم ندحر زي تأزيزنا فعلا جهنم كم تصبير نوزلو كم فلت ألنا مالت نزي خين خوون كائنا بحجو كنت تنقق لنا رب زي فتوخ نقبر يبلنان رسول الله عليه وسلم زي فتوخ نقبر يبلنان بتناتهم من قدخ نكيد لنا بتي شريعانا هنا قرآن زورد لنا كو قرآنكو قرآنكو نقرأ طراي أيكونن متيو قرآن شريعة شريعة الحياة
بملء هواتنا شنخ هواتنا التقاليد لو زخيدي تقرا تقرؤ اجري كتر الدعاء اجري كتفسر اجري جن اب تكبر هيوت كاختو علو خاني تقندي امبر نقرا وين نسمع ترى يكون القران تقندي شريعه حقي اب هوات ناسي كم حقي او كنو علو كم زلنا بو تختينا حكيت كم زلنا ايزو نقرنا مالتيو. وإذا كانت 3 آيات من كتاب الله عز وجل صريحة في التأبيد فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف. إلو مالتي اندحر تم اللو أبدية زي كون الزبلون اندحر اللو خوينهم سي إزي 3 آيات زي بقلتي بصراحة أبدية مخانو قليتي سلزي أب كمزي خلاف كهولي يبولون إلو مالتي بزعبا إزي موضوع زي مخناتو قليهم خلافات كهولي خوالون دي مخناتو خالدين فيها أبدا زبلسي أبد كم زي كونه اختلافات كله خلو زيد ما نقي زأكديو كم إلو سب خلاف قبر كم زي بلو اللي إزقل سلازي زيد ما نتهم خلاف زقبرو أيكونن زبلو مالتيهم انتايلو مالتي وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر ما ذكر من الخلاف في أبدية النار لا حظ له كيف يقول الخالق العليم خالدين فيها أبدا بسورة النساء 57 شعة ثم يقال لا أبدية هذا قريب من أغرب ما يكون فانتبهوا للقاعدة في مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لأن الله ذكر في الجنة أعدت آل عمران 233 في النار وفي النار أعدت بسورة البقرة 24 وثانيا أنهما مؤبدتان لا تفنيان لا هما ولا من فيهما كما سمعتم حج انتايلو اتوم ايكونن زبلو خلاف زغبر بز موضوع زي تخكل ايكونن لانه الله سبحانه وتعالى اب قران ذكر ويو اب ايات زي جنة تفطيرا خمزلا حج تفطيرا خمزلا جنة وان تفط خليقه خمزلا تصبي تصبي انزلوا كلن تخليقه تصبي انزلوا سلازي اتب جنة زاتو نزل عالم كم مخانو تا جنة وان زل عالماويت مخانا اتي جهنم وان زل عالماويت كم زخانت تو زأتو خاء أو زا الألم كم زأتو مالتي لأنه الله سبحانه وتعالى أعدت له نجنة بسورة آل عمران ونحو خاء أعدت له بسورة البقرة قلت لنا مالتي سلزي مؤبدتان يعني كلتين لا تفنيان مالتي تفقنا قريلا زي ودقنا قريلا لا هما ولا من فيهما كما سمعتم له مالتي ولا تزأتو السب مالتي نسأل الله العفو والعافية نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة مالتي دحريو يقتل مالتي تآيات وتآيات نقتل إنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إذا يقتل زل آية مالتي قوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا يعني نزم ربي وليد إزبلو خأمرتهم كالإيداح لهم لما أبهم في الآية السابقة فيه إنذار لمثل النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله واليهود الذين قالوا العزير ابن الله وللمشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله يعني والعزيز ليس نبي ولكنه رجل صالح حج خالص سبحانه وتعالى انتهي قلت ألا مالتي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا نزوم ربيسي وليدي إلى مزاربو الله سبحانه وتعالى يتنققهم له كم بعلم من مالت يوم كم كريستيان مسيح مالت يوم انتاي لهم عيسى ود ربي لهم يهود كأني عزير زبهان عزير كأني ود ربي لهم مالت يوم زيوم مشركين كأني إشراك زقبرو خان انتاي لهم ملائكة سي نايدك ربي أن يعني دك ملائكة دك انستيو بنات كوينتي بنات الله دك ربي أن لهم من مالت يوم وعزيز وعزير كان إيه نبي زي كونسي رجل صالح نيرو حجي الله سبحانه وتعالى انتايلو ما لهم يعني وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الله سبحانه وتعالى انتايلو ما لهم به من علم يعني إذي ربي وليد زبل وزلوس أي بالولد أو بالقول ما لهم به أي بهذا القول ما لهم به أي بالولد من علم يعني ربو وليد لهم الزرب وزلو زرباس علم يبلهم فإذا انتفى العلم ما بقي إلا الجهل يعني علم زي بلهم دحر كوينو خان إيه فعلا علم يبلهم
انتي يسترف علم دحر زي ليش جاهل يسترف مالته اليوم جاهل ولا لآبائهم ولا تم ولدهم كمان الذين قالوا مثل قولهم ليس لهم في ذلك علم، ليس هناك إلا أوهام ظنوها حقائق وهي ليست علوما. يعني نساتهم سي فلتنا لنا إلوم سي ربي ولا دلوي لهم ولا ساتهم ولا بوتاتهم مالتهم، لكن حاشا لله رب العالمين ولاد يبلون. يعني إذا خارب ربي خارب طعمي عابي زهربا بطعمي عابي ونجل غيره الله سبحانه وتعالى يقمي تقوى بقرآن كأني كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يعني الزربا زي بطعمي عابي زربا يعني كخون ديبو اللي زربا خمت زاربو إيه زقلت مالتي الله سبحانه وتعالى، لأنه أبكال آيات تايلو يعني الزربا الزربا زلو سي كبرت مقالتهم كلمة تخرج من أفواههم، يعني أي عظمت لأنها عظيمة والعياذ بالله كما قال تعالى. يعني الزرابازسي ربي ولاد اللويل كان الزرابسي ان رب العالمين سي عابي زربا مخانو حمق زربا مخانو ربي زي فتو مخانو يقلص لنا مالتيو اب كالا ايات انتايلونا اب سورة مريم كاب تسعس كاب تسعان سلستن زلو مالتيو انتايلو اذا زرباز بلو زلو سيلو الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني له مستحيل، له مستحيل يعني غاية الاستحالة أن يكون له ولد. إذا آيات زخان إيه بغل الزبالة قالت يعني تكاد السماوات يتفطرن من يعني حتى سماي مريت كل سي بتعمي يعني انفطار مالت حدا سب يعني كشقق كله وتنشق الارض مريت كت ك اب كل تخت مقال كلا فلا لا خلا مالتيو وتخر الجبال خاج جوب حتى كود كله خبوته مالتيو. يعني سقاب كندزيو يعني الله سبحانه وتعالى سي اذا نجر الزرباز سي زدنقص مالتيو حتى نزن مريتن سماين كل نجر زدنقص زربايو نربي ولاد اللو والكا زربا مزراب مالتيو أن دعوا للرحمن ولدا نربي نرحمن الله سبحانه وتعالى ولاد اللو ويلهم مزرابهم. يعني سماين مريتن زدنقص قلون زسنبدلون يعني كتوصف وقت قلت زي تخيل مالتي وتخر الجبال هدا يعني حتى تقالات بتعربنا عربنا زردق مالتي تكاد السماوات يتفطرن. يعني حدا سب يعني انفطار كسمع كله خمز البوخ تقص كله خبرها كله يتفطر يعني كاب حمام ويكاب ويقوهي ويقلي يتفطرنا منه وتنشق الأرض مريت كأني بكل تخت مكال كلام مالتيو وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فتم الله سبحانه وتعالى ولادك هو خلوه دي قبأ نقري دي كون نقري مالتيو إن كل من في السماوات الله سبحانه وتعالى كله عب سماي زلو أمريت زلو كل زلو آتي الرحمن عبدا. يعني إن الله سبحانه وتعالى سي باريا كل باريا ناي رب سلو زخوني نعو كان باريا تزي كوينو الله سبحانه وتعالى ولاد يبلون. يعني مستحيل ولاد كله مالتيو. فإن قال قائل مالتيلو أليس الله يقول حدث ابن أبنات مشي مش الله سبحانه وتعالى أب سورة الزخرف سمانان حدن يلونا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني إذا دخل زيد عند حر ربي ولاد اللو خوينوسي أنا أول واحد تجزا إذا بالمشالله إذا آيات زي آيات أرات أرندي ويلو إمالة قحم حتى تقريبه المؤلف والجواب له ملسخ أني نعم، ولكن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان المشروط لأننا نفهم من آيات أخرى أنه لا يمكن أن يكون وهذا كقوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إذا خاني كم مثال دعي الله سبحانه وتعالى متيوان بري سلا زخوني كون لأنه تخالوات آيات نجيرنا نائن الله سبحانه وتعالى ولات كم زي بلون أمنت قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بقلت إمالتي الله نجيرنا مالتي سلا زيد مايلو كم مثال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين كم مثال دا إمت إيوان بري قال له ولاد مالت أيكونن يقول صلى الله عليه وسلم نقابلنات مثال دا ما انتايلو خم عينة زمسل نرسو صلى الله عليه وسلم تايلو وربي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. نحن زوردنا لك
ቁርኣን እንድሕር ጠራጢሩካ ሲ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ፅሑፍ ዝመፆም ሲ ንዓኣቶም ሕተቶም ኢሉ ነይሩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም የቅረኡን ልኪታብ ምን ቀብሊክ ኣብ ሱረት ዩኑስ 94 ግን ወህወ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ላ ዩምኪን ኣን የሽክ ወላኪን ዓላ ፈረድ ልኣምር ለذ ላ የቃዕ ያዕኒ ዘይኸውን ነገር ለኣኑ ረሱ ላ ሰለም ሙስተሒል ያዕኒ ኣይቀበሎ ናይ ቁርኣን ወላ ይጥርጥር ወላ ንካልእ ምሕታት ኣድልይዎ ከቀውሊሂ ተዓላ ለው ካነ ፊህማ ኣሊሃቱን ኢላ ላሃ ለፈሰደታ ለው ካነ ፊህማ ኣሊሃቱን ኢላ ላሁ ለፈሰደታ ፈስብሓና ላሂ ረብ ልዓርሺ ዓማ የሲፉን ኣብ ሱረት ልኣንብያ 22 ማለት ለው ካነ ፊህማ ኣሊሃቱን ኢላ ላህ ለፈሰደታ ኢላ ላሁ ለፈሰደታ ፈስብሓና ላሂ ረብ ልዓርሺ ዓማ የሲፉን ያዕኒ ብጀካ ረቢ ካልእ እተዝኸውን ነይሩ ሲ እቲ መሬት እቲ ኩሉ ነገር ሲ ምተባላሸው ምፈሰደ ነይሩ ማለት እዩ ፈኢነሁ ላ ዩምኪን ኣን የኩነ ፊህማ ኣሊሃ ስወ ላህ ዓዘ ወጀል ያዕኒ ተፈላለዩ ዝግዝኡ ረብታት ወይ ድማ ኣሊሃታት ሲ ክህልዎ ኣይክእሉን እዮም ሙስተሒል ብጀካ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ እተዘይኮይኑ ስወ ላህ ዓዘ ወጀል ፈተበየነ ብሃذ ኣነ ተዕሊቅ ብሸርጥ እቲ ብሸርጥ ዝተዓሊቕ ዝተገበረ ሲ ላ የዱል ዓላ ኢምካን ልመሽሩጥ በል የኩን ሙስተሒለን غየት ልእስትሓላ እዚ ብናይ ቋንቋ ዓረብኛ ሸርጡ መሽሩጥ ዝበሃል ማለት እዩ ብማዕና ላኪን ዕሙመን ብሓፈሽኡ እኑ ኣላ ስብሓን ተዓላ ሙስተሒል ውላድ ክህልዎ ማለት እዩ በል ቀድ የኩኑ ሙስተሒለን غየት ልእስትሓላ ያዕኒ ሙስተሒል ዘይከውን ነገር ማለት እዩ ቀውሊሂ ተኽርጁ ምን ኣፍዋሂህም ከኣንኢ ትቐፅል ማለት እዩ ተኽርጁ ምን ኣፍዋሂህም ኣይና እዩ እቲ ካብ ኣፎም ዝወፅእ እቲ ካብ መልሓሶም ዝወፅእ ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ ለኣኑ እንታይ ኢልና ወይንዝር ለذነ ቃሉ እተኸዘ ላሁ ወለዳ ማ ለሁም ብህ ምን ዕልሚ ወላ ሊኣባኢህም ከቡረት ከሊመተን ተኽርጁ ምን ኣፍዋሂህም እን የቁሉና ኢላ ከዚና ከዚባ ዓፍን ቀውሊሂ ተኽርጁ ምን ኣፍዋሂህም ሃል ለና ኣን ነስተፊድ ምን ቀውሊህም ምን ኣፍዋሂህም أن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم لا يستيقنون أن الله ولدا لأن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن لله ولدا فكيف يمكن أن يكون الله ولد وهذا الولد من البشر نراه مثلنا يأكل ويشرب ويلبس ويلحقه الجوع والعطش والحر والبرد كيف يكون ولد لله تعالى هذا غير ممكن ولذلك قال إن يقولون إلا كذبا إن بمعنى ما من علامات إن النافية أن يقع بعدها إلا إن أنت إلا نذير يعني إن هذا إلا سحر مبين يعني الله سبحانه وتعالى أنت ما لتيلو تخرج من أفواههم إذ قال كاب أفهم زود زلسي كام الحسن ديوس ወላ ዝተረዲእዎም እዮም ዛረቡ ዘለዉ ምክንያቱ ሓደ ሓንጎል ዘለዎ ሰብ ሓደ ዝርዳእ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ሙስተሒል ረቢ ውላድ ኣለዎ ክብሉ ይኽእል እዚ ውላድ እዚ ከመይ እዩ ክኸውን ከማና ልክዕ ከማና ሰብ ያዕኒ ዝበልዕ ዝሰቲ ዝድቅስ ዝጠሚ ዝፀምእ ሃሩር ይስምዖ ቁሪ ይስምዖ ከመይ ገይሩ እዚ ወዲ ረቢ ክኸውንስ ይኽእል ኣሳሰን ያዕኒ ለኣኑ ሙስተሒል እዚ ክኸውን ዘይክእል ማለት እዩ ኢን የቁሉና ኢላ ከዲባ ንዕይ ድማ ኣላ ስብሓን ተዓላ እንታይ ኢሉ እዚኣቶም ሓሰት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኢን የቁሉና ኢላ ከዲባ ብሓፈሽኡ ይሕሱ እዮም ዘለዉ ንምንታይ ኢን ኣንተ ኢላ ነዚር ኢን ሃذ ኢላ ስሕሩ ሙቢን ያኒ ኢን የቁሉና እዚ ኣብ ሉቀ ልዓረብያ ማለት እዩ ኢን ኣናፍያ ትበሃል ያኒ ትኽልክል ወይ ድማ ዘይከውን ነገር ትብል ማለት ኢን የቁሉና ኢላ ከዚባ ኢን ኣናፍያ ኣን የቃዕ ባዕዳ ኢላ ለኣኑ እቲያ ኢን ምስ መፀት ኢን የቁሉና ኢላ እንድሕር ኮይና ኢን መፅያ ድሕሪኡ የቁሉና ኢላ ተኮይና ሲ ናፍያ ትበሃል ማለት እያ ኢን ኣንታ ኢላ ነዚር ኢን ሃذ ኢላ ስሕሩ ሙቢን ያዕኒ እዚ ኣብቲ ኣሉቀ ልዓረብያ ይገልፀሎ ማለት እዩ ከመይ ማዕና ከም ዝህብ ማለት እዩ ኢን እንተኮይኑ ድሕሪኣ ከዓ ኢላ እንድሕር መፅያ ኢን የቁሉና ኢላ ከዚባ ኢን ብማዕና ማ ማለት እዩ ምን ዓላማት ኢን ኣናፍያ ኣን የቃዕ ባዕድሃ ኢላ ኢን ኣንታ ኢላ ነዚር ኢን ሃذ ኢላ ስሕሩ ሙቢን ስለዚ ዝኾነ ኮይኑ እዚኦም ዝብልዎ ዘለዉ ሓሶት ዘረባ እዩ ብሓፈሽኡ ሓሶት ዘረባ እዮም ዝዛረብሉ ዘለዉ ኢሎም ረብልዓለሚን ውላድ ኣላ ኣለዎ ኢሎም ዝዘረባቦም ብመልሓሶም ወላ ሓንጎል ተዝህልዎም እውን ከምኡ ገይሮም ፍፁም ክርድኡ ኣይምኽኣሉ ነይሩ ግን ዘይከውን ነገር ኣላ ስብሓን ወተዓላ
ወሊድ ውላድ ኣለዎ ኢሎም ምዝራቦም ብጣዕሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፅሉእ ከም ዝኾነ ገሊፁልና ማለት እዩ። ኢን የቁሉነ ኢላ ከዚባ ኣይ ማ የቁሉ ሃኡላ ኢላ ከዚባን ወልከذብ ኢሉ ማለት እዩ ሓሰት እንዲም ዛረብ ዘለዉ ሕሰት ማ ከዓኒ هو الخبر المخالف للواقع يعني الحسد تما انت مالت كان تترجمه خبر يعني وره خوينو مخالف للواقع يعني نتي حقس انصارو مالتيو والصدق خان اي صدق خان تاي مالتيو هو الخبر المطابق للواقع فاذا قال قائل يعني تي صدق مالت كا حقي مالتيو حق مزراب انت مالتيو مستي خنتات وي مستي واقع زلو تخكل الزرار خون كله مالتيو ابنت فإذا قال قائل حدث من دحر كم زيلو قديم فلان لليوم عمنت اكله كل ما انت ماشي تيلنا وهو لم يقدم من دحر زي ما تسمالتيو فهذا كذب حسوت مالتيو سواء علم ام لم يعلم. ودليل ذلك قصه سبيعه الاسلميه رضي الله عنها حينما مات عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد موته بليال ثم خلعت ثياب الحداد ولبست الثياب الجميله تريد ان تخطب فدخل عليها ابو السنابل فقال لها اذا خان اي مثال يجلصلنا له مالتي ناي حسوتن حق مالت ترغمسي مثال ينغرنا له سدما اذا واقع مالتي الواقع في الذي قال قائل له قديم فلان كلمتي وكلمتن زبل مالتي فهذا كذب سواء كان علم او لم يعلم. ودليل كدليل كابينا متينا قصة سبيعة الأسلميات بها سبيتي رضي الله عنها سب أيام سموتة مالتيو تنستنيرا وليدا مالتيو مس ولدت طبعا تعدى نهاتا دحرخن دي معلتي مالتيو كدان ناي حزن كدان جيرات توزنبرة توتيا تصبق تخدادينا تشالالي ما نختحت سأي تقريبا مالتيو. فدخل عليها أبو السنابل زبها الأتيو انتهي للوا فقال لها ما أنتي بناكح حتى يأتي عليك 4 أشهر و10 إلو واحد جوك وقت مرعوي تخلني خي سبأيك حج ميتوسي 4 ورحن 10 معلتن كتسبي لك إلو مالتيو لأنها ودعت بعد موت زوجها بنحو 40 ليلة سبأي أمس موتسي دار قاد حرا 4 معلتي وليدا مالتيو أو أقل ويدماك أزو حدا أو أكثر ويزبزح فليس ثياب الحداد فلبست ثياب الحداد ثم أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دحريو ناي كدانا ناي تي حداد ناي حزنتنيا خدانا تخديدا متيا ناب رسول الله صلى الله عليه وسلم متيا مالتي خوم أمس بلا إتي أبو السنابل كوم أمس بلا أي فك أدكني حجي أبتي عدة يخزل لك أمس بلا أبتي حداد يخزل لك أمس بلا كيدا تخدينا وأخبرته بالخبر كيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقراته فقال لها كذب أبو السنابل إلوه. أخرجه الإمام أحمد. حسي أبو السنابل إلوه. مع أن الرجل ما تعمد الكذب يعني أتي أبو سنابل سي نخو حسيلو كونيلو زي حسبو أي كونن جن يظن أنها تعتد بأطول الأجلين يعني السنة إي مسيلو نيرو تعد ناتاسي كأوزن علي زي نوحي كون نيرو وإي مسيلو فإن بقيت حاملا بعد 4 أشهر و10 بقيت في الحداد حتى تدع اندحر تنستنيرا فإن بقيت حاملا تنستخوينا دحر 4 ورحن 10 معلتن بقيت في الحداد حتى تدع سقاب تولد سي اتناها تحداد يخون مالتيو اتناها عدة وحزن مالتيو وإن وضعت قبل 4 أشهر و10 بقيت في الحداد حتى تتم لها 4 أشهر و10 تعتد أطول الأجلين يعني. ولكن السنة بيّنت أن الحامل عدتها وضع الحمل ولو دون 4 أشهر فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على قول أبي السنابل كذب مع أنه لم يتعمده حجي تناي عدة جزيتات ديو فلالين ديو مزارب لزلو كما يخون كم زلو إنسان دحرت أنستخوي ناسي كن دي ورحة خطب يلو لأنه حان سبيت أنستخوي ناخت موت كلا سب آية أفتاز ولده لا معلتي تعدى أي ود مالتي بيت مولاديو تناها تعدى زود نسوقن بيت الزموسولو متي زنوحي كتصنح يقبأ إلو نيرو ورسول صلى الله عليه وسلم كيدو تحق نجيروا مالتيو وأطلق على قول أبي السنابل كأني حسوتي لو مع إنه كحسو حسيبو أيكون النيرو مالتي سلزي انت إذا رأينا زيأتهم الله سبحانه وتعالى انت يبلو إن يقولون إلا كذبا سلزبالي إتي حسوت كأني قليت قلنا مالتيو إذا خان أقر من قدنا خاني سبحان الله إتسلمنا خمي دين رحمة مخانو مالتيو سبقايا ميتوا عدة أمس ودقت
على طول تتزين ناب زينات اتو ني نحصه خطاب كمصوا مالتيو اذا جائز مخانو يزرينا نحنا بزح جيزه بتفالالي باهلي اب كل عالم زلو باهلي ولا كاناي عدنا باهلي طراي تزيكون ناي كل باهلتات حنت سبيتي سبايا خموت كله ويكي تفاتح انكلا اندحرني نحدارن نمرعن تزاجاجو خوينا بزح سب كم نورو غيري وزدو لكن سلمنا نورا اي رؤونيو لانه اتحاد من قدي سلمنا زفقد لنا بحدار سلا زخونة اب زخونة اوان قوال نستيتي عدمي وساني يبولو بوتا وساني يبولو جيزي وساني يبولو تراي افتي زفقد لو جيزي خون قد اخلو ونبر كتفاتح خلان ابنت عدا نايفتح تانيحة ني حدار زوجيت مو خم زخانات وي قربت خم مخانا كتفلتن كتجلتن كم تخيل سبحان الله نا يسلمنا كان دينا يجلس يخن دينا نا كل سب مبت خمسة خبر يزرقنا أبزخنا قاسنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.